افريقيا للامم في بوركينا فاسو ابتداء من شهر فبراير المقبل. المنتخب الجزائري يلعب هذه الاثناء لقاءه الثاني ضد منتخب الطوغو. قبل ذلك منذ يومين لعب لقاءه الاول في اسوان امام جمهور غفير بحضور بعض اللاعبين المحترفين على راسهم حرشاش عجالي صايب موسى. لعب هذه المقابله وفاز بهدفين مقابل صفر. نعيد عليكم حوالي 10 دقائق من هذه المقابله. والمنتخبنا الوطني سمير كمونه واحده طويله على طول طارق مصطفى يضغط على طارق توصل الكوره لعجالي يحضن علي دحلب وبيشوط شوطه جامده لكن بعيد عن الثلاث خشبات تبقى بره الملعب اوت رقم 15 دحلب علي من رجل لرجل هذه خشبه احمد حسن احمد ماشي بيعدي وبيلعبها وخطر خطر 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 ووقع عبد الستار صبري وجمال الغندور بيقول مفيش حاجه وجمهورنا في الاستاد بيقول طبعا هنشوف الاعاده اهو قدام حضراتكم عبد الستار ما بتاخدش اماكن كويسه ومضغوط عليها كل ده طبعا يدي فرصه للمدافع انه يطول على طول وده اللي بيحصل من دفاع الفريقين واحده لعبد الستار ومش اوف سايد وطارق وعلى قريبه وتعدي من حسام حسن للمره الثانيه تتقطع وتوصل لطارق طارق ماشي ويلعبها لوليد صلاح يلا يا وليد يلا يا وليد شوطه يا وليد شوطه ضعيفه برضه يا وليد ضعيفه لكن مش بطل معلش بمستوى فكر عالي توصل مره تانيه لعجالي الاخضر ياخد فاول عجالي وادي موسى صايب وجيه احمد بيشاور على مكان الكوره وادي موسى صايب المتخصص المعلم بتاع خط النص فريق جزائر كابتن الفريق موسى بيلعب بالشمال وخطر وتخبط في دماغ حسام حسن اللي راجع يا حسام احنا عايزين على جون الجزائر مش على جوننا تخبط الكوره في حسام وتطلع بره الملعب كورنر طبعا ما يقصدش حسام حسن تتلعب الضربه الركنيه على قريبه يطلع على طول طارق مصطفى وتوصل جامده لكن بعيد عن الثلاث خشبات بره الملعب اوت اسرع يا طارق طارق مصطفى يلعبها من اليمين للشمال لعماره يلا يا عماره بقى دي واحده اهي وبيعدي وبيعملها وحلوه لكن فين فين المتابع مش هنلاقيها كتير دي يا جماعه ده احنا ما صدقنا محمد عمارة عدى بواحده كده وتوصل مره ثانيه وعبد الستار صبري حسام حسن حسام يلعبها عالية يسيطر عليها احمد حسن برافو يا احمد يعدي احمد يعدي لكن ما فاول ضربة حرة مباشرة على مين؟ على احمد حسن جمال الغندور يحسبها وشايف تتعاد اهي قدام حضراتكم قدام حضراتكم والاتنين وقعوا لكن الفاول للجزائر عجالي الاخضر بن زرقاء رضوان عجالي مرة تانية وكرة كده حيرة وتايهة لكن توصل مرة تانية عثمان غول بن عمارة بن عمارة بيشوط شوطة جامدة يا خبر أبيض لمح عصام الحضري واقف غلط راح أطلق صاروخ بن عمارة سيد فين زي ما نقول إحنا في الكوبس أهو في المقص الشمال وعصام الحضري خبط في العارضة إن شاء الله يقوم بالسلامة وفي الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول أعزائي المشاهدين بيحرز الجزائر هدفه الأول عن طريق عمارة بص حضراتكم بص بص حضراتكم عصام بص عصام واقف غلط واقف غلط راح واحدة بوش رجله الخارجي رايحة فين وعصام إن شاء الله يقوم بالسلامة لا بصراحة يعني كورة جامدة جدا ومفاجأة وعصام حتى لو واقف في الجون مش هيقدر يعمل لها حاجة طارق ومعاه موسى يلعبها طارق جوه لعبد الستار صبري ولمسه ولعبه ايوه كده يا اولاد من رجل لرجل محمد يوسف من هذه خشبه محمد طالع واشوف محمد وشوطه جامده تخبط في حبل كمان وتوصل سهله لحناد عمر على مره واحده لحسام حسن بيرجع لعبد الستار يسند على صدره ويلعبها لعماره هذه خشبه صبري سمير يلا يا سمير جرب يا سمير صوته جامده في نص الجون ايوه كده يا رجاله على فكره انا مبسوط ان بيجي فينا جوان برضو في الماتشات الوديه عشان نتعود على الضغط العصبي والنفسي لما تلعب قدام تيم ويحرز فيك هدف برضو لازم تتماسك وتهاجم وده اللي بيحصل
لمنتخبنا. وعلي ماهر يلعب علي حلوة لطاري وعلى مرة واحدة طاري ما تلاقيش حد. زواني بلال زواني لموسى صايب لكن يضغط سمير كمونة وتوصل مرة تانية لحرشاش. حرشاش واحدة فوق العرضة بره الملعب اوت. 34 وسنة 90 وبقيادة مين؟ المدير الفني دلوقتي الكابتن جوهري. وفاول خطر قوي قوي قوي. فاول خطر على علي ماهر بيحسبها جمال الغندور. اهي بتتعاد قدام حضراتكم وداخل واخد فين ده واخد رقبته رقم 13 بن زرقاء رضوان. لا ده فاول عنيف شوية يا بن زرقاء. يعني فاول يستحق فعلا كارت. هنشوف جمال الغندور هيدي بن زرقاء ايه. انا شايف برافو يا جمال في كارت وكارت احمر تاني انذار كارت احمر. بتعترض على ايه يا كابتن مهدي عبد الرحمن؟ شكل كده جمال مش هيرفع ايده طبعا اليمين او الشمال واحد. المهم يفرق ويلعبها على طول موسى توصل لرقم 7 وضربة جزاء لصالح الجزائر. ضربة جزاء رقم 7 عجالي. بص حضراتكم عجالي ومعاه حسام حسن. حسام حسن راجع بيؤدي الواجب الدفاعي بتاعه لكن جمال الغندور شايف او شاف انها تستحق ضربة جزاء داخل موسى صايب وعصام الحضري. وموسى صايب بيجيب الجون الثاني 2-0 والجزائر بيلعبوا 10 بيلعبوا 10 وكسبانين 2-0. بن عمارة سيد في الدقيقة 44 من الشوط الأول وفي الدقيقة 17 موسى صايب. فالنسيا الأسباني كابتن فريق الجزائر بيحطها على يمين عصام اللي راح ناحية الشمال. فكر تفكيرين عايز يرفع عايز يلم تبقى النتيجة. موسى صايب ياخدها يلعبها ناحية اليمين ماشي ماشي بيعدي لموسى مرة تانية وموسى بيلم ولم حلوة قوي وفتح الزاوية وشاط شوطة جامدة جنب القائم الأيمن لمرمى عصام الحضري. لا تيم الجزائر تيم تقيل قوي. ده بيلعب 10 وما تحسش ان هو 10. لا ده تيم تقيل قوي وتجربة مفيدة قوي. علي ماهر واحدة بالعرض لكن على طول طارق يلعبها توصل لعلي ماهر ترجع لطارق مرة تانية يلعبها لعلي ماهر وعالية وضربة جزاء. مظبوط مظبوط يا جمال يا غندور هتتعاد اهي. علي ماهر بيسقط وحسام طالع في الهواء وبيزقه بايده رقم 4 هبري كمال ورجع جمهور اسوان المثالي وداخل هادي خشبه وبيحط الجول الاول لمنتخبنا الوطني من ضربه جزاء في الدقيقه 43. وحسام رجع الكره كده عشان ما يضيعش وقت. الشوط الثاني الحقيقه كله وادي واحده وتعدي وتوصل لاحمد وكره جامده لكن